خلوني الاول اخد الماتش محمد عادل المشرف على الكره في النادي المقاولون العرب علشان نتكلم عن مباراته الاخيره مع الاهلي وكمان نتكلم عن قصه طاهر. باشمهندس محمد مساء الفل. اهلا مساء الجمال ازيك يا كابتن نائل. اهلا يا باشمهندس وحشني والله. الخير عليك وعلى سادة مشاهدينك. الله يخليك يا رب. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بالتوفيق دايما. الله يخليك يا باشمهندس. كان عندكم ماتش صعب مع الاهلي ولو ان انتوا قدمتوا مباراه كبيره الحقيقه. الحمد لله يعني كانت المباراة يعني يمكن الناس شافت الفرقة شكلها ايه والحمد لله يعني النتيجة طبعا طلعت الفرقة الأهلي 1-0 لكن احنا اللعيبة عملوا مباراة جيدة مفيش شك يعني. عندكم ماتش صعب مع الإسماعيلي اللي جاي. مفيش شك طبعا. بص الإسماعيلي الإسماعيلي كمان ظروفه صعب 4 ماتشات خسارة فيعني يعني الماتش الخامس هيبقى بالنسبة له مسألة صعبة جدا جدا فداخل بدافع قوي. كل ماتشات السنه دي الدوري اهو يا جد شايف النتائج لا كلها مظبوط مظبوط يعني مش عايز اقول لك صعبه مرعبه مظبوط كل النهارده انا بجيب الجدول اهو يعني الماتشات كلها صعبه جدا ما تقدرش ابدا تقول في مباراه مين هيقدر يسيطر على مين فيها او مين يقدر يكسب مين فيها لا فوق ولا تحت ولا تقدر تحدد الكلام ده كله دلوقتي وده برضه حلاوه للدوري المصري وقوه للدوري المصري. طب انتوا ظهور لعيبه كتير طبعا طبعا والراجل حتى مدير الفني المنتخب واخد عدد كبير من اللعيبه الجدد الحقيقه من الدوري المصري لكن خليني اسالك انه انت 4 مباريات ب 4 نقاط دلوقتي انت راضي عن ال 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 لا هو احنا طبعا مش عايز اقول لك ان احنا من وجهه نظرنا ان احنا اتظلمنا في ماتشين ماتش الجيش ايوه ضرب الجزاء بكل السادة المحللين الحكام الدوليين السابقين قالوا ضربة الجزاء اللي اتحسبت علينا وكل شافها ما كانتش ضربة جزاء ماتش الاهلي احنا لنا هدف برضو عشان اللغط بقى كتير قوي والكلام بقى كتير لان المحللين كلهم اللي هما بيطلعوا في القنوات الفضائيه اثبتوا ان الكره هدف ولكن الكابتن عصام عبد الفتاح قال لا مش جول طلع المحترم عصام عبد الفتاح وقال لا انها مش جول وطبعا ده وضع طبيعي لانه مش حقيقي يعني هو بيدافع عن حكام وعايز تقول يعني مش عايز يعني لا لازم ولذلك انا يمكن كان رايي ان رئيس لجنه الحكام ما يخشش في الكلام ده بدا الكلام في موضوع تاني طب كلام الكباتن الكبار الدوليين الحكام هو اللي صح ولا كلام وده ليه مبرراته القويه يعني انت بتطلب من الكابتن عصام انه ما يعلقش على حكامه في الميديا خلاص انا رايي هذا ده حفاظا على عدم الجدل وحفاظا عليه هو شخصيا وحفاظا على صوره الحكام يعني الناس كانت شايفه ان الهدف صح كانت شايفه ان طرد حمدي فتحي غلط لكن الكابتن عصام قال ان الهدف مظبوط وخلي بال حضرتك الاثنين الدوليين او الثلاثه الدوليين اللي فسروها الكابتن اصلا قال عكس كلامهم بالظبط بالظبط يعني بالزبط. مبرراتهم ليها طيب مفيش طرد كان هو كلامه عكس ما بالظبط يعني فالواضح ان ده دفاع عن الحكام اكتر منه يعني اظهار الحقيقه في الكره دي او دي ده رايي وانا شخصيا مؤيد للحكام لكن انا بقول لا احنا مستوى احنا مفروض ان بقى الفار النهارده يجيب اكثر شيء من العداله فلا بد ان ده الفار بقى مشكله ده انا قاري خبر ان هم وقفوا الحكم بتاع الفار بتاع ماتشكم مع الاهلي شهر ما يحكمش بسبب اخطائه يعني تخيل لما الفار الناس اللي عليها اللي بتخطئ يعني طب العداله تيجي ازاي يعني حاجه غريبه جدا وبعدين ولادي نفسه رئيس لجنه الحكام قال لا ما اخطاش وبعدين بتوقفوه خلوا القرارات بتاعتكم لكن انا شايف ان مستوى الحكام في الفار لا محتاج تدريب اكتر محتاج محاضرات كتير محتاج شغل جامد قوي تمام. عشان نقدر نوصل واذا كان برضو المخرجين بيقدروا يساعدوهم الموضوع ما بقاش بسيط احنا بنشوف بره في ثانيه
الفار بيدي القرار للحكم، الحكم ده احنا بنقعد نتجادل كتير قوي وبدأنا نخش. عموما يا باشمهندس انا 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 يعني ايه، عندنا امل ان المشكله دي تتحل، ويبدو ان محدش فاضلها. انا مش عارف يعني اتحاد الكوره، طيب لما اتشالت منه المسابقه واتشال منه تنظيم المسابقه واتشال منه جهد كبير جدا كان بيقوم بيه، المفترض بقى يركز في الحكام والفار والتفاصيل دي بشكل اكبر، لكن الواضح كده يعني الحكم اتوقف، لما توقفش بتاع الفار بيقولوا لي ممكن يبقى هيحكم بكره فار او مش هيحكم، يعني في النهايه مش قصتي دي دلوقتي. لكن انا عايز اسال حضرتك سؤال، هل انتوا فعلا في خط مفتوح انه ممكن يبقى طاهر محمد طاهر موجود على سبيل العار من يناير الجاي مع المقاولين العرب؟ خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه، لا مفيش اي خط مفتوح في هذا الكلام تماما، والاهلي لم يعلن حتى الان رغبته في اعارته، بالعكس الماتش اللي قبل ده كان موجود، من الماتشين كان موجود، فنزل في اخر الماتش، لكن نزل مفيش اتجاه ابدا ومفيش كلام في هذا الموضوع. لكن هو حديث يعني احنا اولا بالنسبه لنا طاهر احنا ابننا وبالراحه، بس الوكلاء المقربين سواء منه او من نادي المقاولين بياكدوا ان في خطوط مفتوحه، يعني مع احترامي ليهم كلهم حد فيهم يواجهني ويطلع يقول انه حد كلمك؟ الكلام كله بيبقى معايا يا كابتن. ما انا كنت هقول لك انه حد كلمك، حد يطلع يقول انه كلمك بالظبط كده. تمام عموما يا باشمهندس، هذا الكلام ترويج بين وكلاء اللاعبين مش اكثر. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، المهندس محمد عادل المشرف العام على فريق كره القدم بنادي المقاولون العرب.